لوزير الخارجية المصري مع رئيس الوزراء القطري. فإلى هناك. يسعدني في البداية بالترحيب أخي والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ونرحب به في بلده الثاني مصر. وهذه زيارة عزيزة علينا جميعا، وبالتأكيد خلال زيارة أخي معالي الشيخ محمد تشرف بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لقاء وديا للغاية ويعكس مدى دفء العلاقات بين مصر وقطر الشقيقة. وبالتأكيد معالي دولة الرئيس نقل تحيات وتقدير سمو أمير البلاد الشيخ تميم، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تقديره ومحبته لشقيقه سمو الأمير تميم. أيضا تشرف السمو الشيخ عبد محمد بن عبد الرحمن بلقاء مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكان في لقاء مطول بحضور الوزراء من دولة قطر الشقيقة وأيضا من الجانب المصري، وتم تناول مجمل العلاقات الثنائية مع التركيز على الجوانب الاستثمارية والجوانب التجارية وتعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. بالتأكيد هناك إرادة سياسية من قيادتي البلدين، من فخامة الرئيس وسمو أمير البلاد، بالعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات في كافة المجالات، إن كانت السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو التجارية، وتعزيز التشاور والتنسيق القائم بين بلدينا الشقيقين إذا مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين. بالتأكيد معالي الشيخ محمد استمع بشكل مسهب إلى عرض من دولة رئيس الوزراء ومن الوزراء المصريين حول مناخ الاستثمار والآن في مصر المواتي والإيجابي للاستثمارات الكويتية، والعمل على تذليل أي مصاعب أو أي مشاكل تواجه المستثمرين في مصر وتطوير بيئة الأعمال. أيضا تم الحديث عن التبادل التجاري وأيضا التعاون بين البلدين في المجالات الإنسانية. أنا تشرفت بلقاء معالي دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكان لقاء تناولنا فيه بشكل مسهب ومتعمق العدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها بالتأكيد استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجارية في الضفة الغربية. وتحدثنا عن الجهود المصرية القطرية الصادقة والدؤوبة والتي استمرت لأكثر من عام من أجل سرعة التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق، مع إطلاق سراح جميع الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين. وتحدثنا أيضا عن الأهمية البالغة لتعزيز التنسيق والتشاور القائم بين بلدينا الشقيقين وأيضا مع الدول العربية الشقيقة، حتى تكون هناك أرضية صلبة للتعاون وللتشاور المشترك فيما يتعلق بقضية العرب الأولى ولب الصراع في المنطقة، وهي بطبيعة الحال القضية الفلسطينية. توافقنا مع دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية على الأهمية البالغة للوقف الفوري لإطلاق النار والجدية في وضرورة توفر الإرادة السياسية لسرعة إنجاز الصفقة التي تضمن إطلاق سراح الرهائن وتحقن دماء الشعب الفلسطيني. تحدثنا أيضا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،
وأحط دولة الرئيس علما بكل الترتيبات الجارية فيما يتعلق بمؤتمر الخاص بدعم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والذي تستضيفه القاهرة يوم 2 ديسمبر إن شاء الله. تحدثنا أيضا، وهذا المؤتمر يتم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا السيد سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، وتستهدف تعزيز الاستجابة الإنسانية داخل غزة وحشد المساعدات الإنسانية الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية الحالية، وتوفير متطلبات للتعافي المبكر في القطاع. توافقت مع أخي معالي الوزير ودولة رئيس الوزراء على أنه لا مجال لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، ووقف كافة الانتهاكات للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، واحترام كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأخيراً يعني تحدثنا عن ما تم الإعلان عنه من وقف لإطلاق النار في لبنان، ونأمل في أن يتم تنفيذ ما تم الإعلان عنه بكل صدق وبكل جدية. ونحن مع تمكين الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها، وندعم بشكل كامل نشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني. وبالتأكيد أن تكون مسألة انتخاب رئيس للدولة هناك في إطار ملكية وطنية لبنانية ودون أي إملاءات خارجية. تناولنا العديد من الملفات الأخرى الإقليمية والدولية، ومرة أخرى نجدد ترحيبنا بالضيف الكريم والضيف العزيز معالي دولة رئيس الوزراء في بلده الثاني مصر، ونشكره على زيارته وعلى حرصه الكامل على التنسيق والتشاور المستمر بيننا، بما يعكس بطبيعة الحال متانة العلاقات التي تجمع بين بلدينا الشقيقين. والكلمة لكم معالي رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا معاليك، أود أن أتقدم لك بالشكر الجزيل على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وإعداد كافة الترتيبات لهذه الزيارة، سواء كان من اللقاءات التي تمت مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء، حيث كانت زيارة اليوم شهدت محطات مهمة في العلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وقمنا بتغطية عدة مواضيع وخصوصا في مواضيع التعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات الاستثمار، وتم استعراض عدد من المشاريع كما ذكرت، وأيضا استعراض أداء الاستثمارات القطرية التي كانت مستثمرة من السابق في جمهورية مصر العربية الشقيقة. طبعا نتطلع أن تكون هذه أيضا المحطة الهامة بزيارتنا اليوم أن تستكمل بمتابعة فرق العمل كما تم الاتفاق مع السيد رئيس الوزراء لإنجاز هذه المشروعات بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي فيما بين البلدين. أيضا تحدثنا في إطار التعاون الثنائي كيفية توسيع وتقوية التعاون في المجالات الإنسانية، خصوصا في ظل تدهور الأوضاع في قطاع غزة والأوضاع في السودان، واتفقنا مع الزملاء في جمهورية مصر العربية على العمل بشكل مشترك في مشاريع مشتركة لتقديم الدعم الإنساني لشقائنا. أيضا كانت لدينا فرصة لمناقشة المؤتمر الإنساني الذي نتطلع له إن شاء الله في يوم 2 ديسمبر سيقام في جمهورية مصر العربية بشأن غزة، ونتطلع لمشاركتنا في هذا المؤتمر وتقديم كافة أوجه الدعم من خلاله. كانت اليوم فرصة مهمة أثناء المناقشات مع فخامة الرئيس ومع معالي الوزير فيما يخص الأوضاع الإقليمية وتدهور الأوضاع الإقليمية، خصوصا
في ظل الحرب على قطاع غزة وحرب على لبنان، وكيفية أن مثل هذا الصراع الذي كنا نحذر منه في البداية من الممكن أن يتسع وأن يؤثر بشكل مباشر على كافة دول الإقليم، ونحن اليوم للأسف نعيش ونشهد ذلك. من المهم جدا، وهذا يعني تطلع دولة قطر، أن يكون هناك دائما تشاور مستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وخصوصا فيما يخص ملف المفاوضات للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن. أيضا اتفقنا على أن المرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك تنسيق مكثف بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة الأخرى حيال هذه التطورات في المنطقة، وأن يكون هناك وضوح لرؤية مشتركة ما بين الدول العربية في هذا الاتجاه. كما أشار معالي الوزير، تناولنا اتفاق الهدنة في لبنان بين لبنان وإسرائيل، ونعرب عن أملنا أن يسفر هذا الاتفاق إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، وأن أيضا يمتد بظلاله على قطاع غزة، وأن يؤدي ذلك للوصول إلى اتفاق في قطاع غزة وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية في أسرع وقت ممكن. في ختام كلام معاليك، أشكرك جدا على كرم ضيافتكم، واليوم أخبرتونا بلطفكم سواء من فخامة الرئيس ودولة الرئيس ومعاليكم. شكرا. شكرا لحضرتكم.